نطلع سوا لسبع سما؟ نطلع سوا سما. عندي مفاجأة لإلك. تفضل يا حبيبي. شوف حنشوف مين. شايفها بين الغيوم وبالسما وبسابع سما. الله يرحمها. مش عارف، حاسس ان المشاكل اللي هي بتحصل لي ديت عشان امي مش عارف يعني. كنت انا بتهيألي لو انا كانت بتهديني شويه يعني. ما فقدت ايه بغيابها يا سعد؟ وحشك قوي. ها يا يعني كانت يعني لو حتى اشتمني وتلاقيها من ورايا بتكلمه تقول له مالكش ليه يا ابني وبتاع، معلش يا ابني. حاسس ايه فقدت من مراحلها؟ مفيش طعم الصراحه يعني. انا كنت انا جاي مع حضرتك هنا، ولا يعني في اي برنامج بيبقى ليه طعم كده، عارفه؟ ببقى رايح امي محضره الناس كلها، القرايب بتاعي وسعد وطالع بتاع كده، فانت عايزه اكن انا اول مره اطلع في التلفزيون. فدلوقتي يعني ممكن مثلا لسه متكرم في معلش يا حبيبي. انا اول مره في حياتي اتكرم في كرمت في وشوش قبل كده وما كنتش موجود، كنت في السعوديه فاخدت الجائزه كده. اول مره اشوف تكريم كده ناس. انا اكتر تكريم كرمته كان 13 واحد قاعدين مثلا في ندوه ولا حاجه، فتلاقيت ممثلين وانا باخد جائزه. قلت يا ريتها موجوده. كانت امي بتحب الحاجات دي قوي قوي. يا ريتها موجوده. كلم خالاتي، شفت سعد، ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها يا رب في شهر رمضان الكريم يا رب ويغفر لك يا رب. بتشوفها في احلامك؟ ولا مره جات لي في حلم. لا ما جاتليش. لو عاوز تشكلها وتقول لها ايه؟ تقول لها ايه؟ اول حاجه تخطر بقلبك وعلى لسانك. طب لما كنت واقفه جنبي من بعدك الحياه ولا ليها لازمه، وعمال اغلط كتير، بغلط وبصلح الغلط بغلط. انت كنت حياتي كلها. ولا الفلوس ليها طعم ولا حاجه ليها طعم بعد كده. وانا جاي لك انا بفطر معاها اول يوم في رمضان، بروح افطر معاها في التربه هناك على طول. فبعد اطلع واشتكيلها، فربنا يرحمك يا امي وانا من بعدك ولا حاجه. واللي عليه ام يا ريت ما يضيعش ولا ثانيه الا ما يبوس رجليها وايديها. صح صح، ربنا يرحمها يا سعد وبالجنه ان شاء الله. حبيبي هنختم حلقتنا. لو انت واقف قدام ربنا وعاوز تستغفره وتقول له سامحني يا رب، الكاميرا قدامك، تقول له ايه؟ احنا بالشهر الفضيل، تواجه ربنا ازاي؟ تقول له ايه؟ بقول له انا كل مره بغلط فبقول لك سامحني، فانت اغفر لي يا رب. سامحني انا مش عارف اقولها ازاي. مش انا يعني كل مره ربنا نقذني كنت بموت، الدكاتره قالوا مات، فقلت له يا رب والنبي يا ربي لو انا قمت من العياده مش هغني تاني وغنيت تاني، فيا رب سامحني واديني الصحبه الحلوه اللي تخليني ابطل المهنه ديت يا رب بحاجه النبي واليوم مفترق دوت. بس دعاء الشهر الفضل يا رب، ربنا يستجيب منك. سعد كنت حابه ننهي الموضوع بس الدموع دول دموع غاليين، ودموع بقدر ما فيهن من الحزن بقدر ما فيهن من الأمل كمان، لما نحن بنعرف أخطائنا بنعرف إنه بكرة ممكن نحسن فيه، صح؟ فما حدش يعرف بكرة جايب لنا إيه أو حامل لنا معاه إيه. كل التوفيق والصحة وراحة البال أتمناها لك. بتسأل على حضرتك تقول شكرا لك سعد.